فالحسد مذكور في القرآن العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث في أعلى درجات الصحة. أما القرآن العظيم فقد ذكر الحسد وذكر السحر، فقال الله سبحانه وتعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لنعم الله أعداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أما التفرقة بين الزوج وبين زوجه فده وارد في القرآن بنص قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. فربنا قال كده: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم مضرين بأحد إلا بإذن الله. هيستمر هذا إلى أن تقوم الساعة. لكن عايز أقول لكم وأطمن كل الناس اللي شايفينها دلوقتي: مثل الساحر يا دكتور أحمد كمثل الجزار، مثل الساحر كمثل الجزار، يستطيع أن يذبح لكنه لا يستطيع أن يعيد الروح مرة أخرى. هتلاقي واحد كده وقول له اذبح لي الفرخ دي، هيذبح بعد ما ذبحها. قول له ممكن ترجعها لي الحياة مرة ثانية؟ يقدر. يعني عايز تقولي ان الساحر لو يستطيع ان يؤذي يؤذي، لكنه لا يستطيع ان يحل ما فعله من اذى. طب دكتور يهدينا، احنا بنقرا كتب وبنشوف بعض البرامج الناس بتطلع تتكلم بتقول ايه في السفلي وفي السحر اللي هو بيتاخد عشان نفرق ما بين الرجل ومراته، وهي تبقى مش طايقه البيت وهو يبقى شايفها قرده وشطانه وحاجات دي. ولكن برضو في سر التحبيب، يعني انا بسمع ان في ممكن يقول لك ايه لو جوزك عشان ما يتجوزش عليكي او عشان جوزك يحبك فممكن برضو يبقى في اعمل لك حاجه. وفي حجبه، انا اعرف ناس اتطلقت وبعد ما اتطلقوا لقوا ان كان في حجاب تحت المخده اسحار واعمال. هذا وارد. ليه بس ده بيحصل؟ ناس بتطلق من بقى الناس اللي مش بتصلي، الناس اللي مش ماشيه على كتالوج، الناس اللي مش ماشيه على منهج ربنا. يا دكتور احمد، ربنا عمل لنا كلنا كده في الدنيا كده كتالوج. كتالوج الانسان يمشي على طاعه الله. الكاميرا اللي بتصورنا لها كتالوج، الساعه اللي فاتت حياتك لها كتالوج، كل حاجه لها كتالوج. بالمناسبه وهنتكلم عن الحسد، الساعه دي يعني غاليه وما اعرفش ليه كل ما كل فتره كده الاقي الساعه بتقع مني، استيك بيتكسر. انا لسه النهارده مطلعها والله العظيم غاليه. هو حد بس وصلها مش عارف البسها النهارده في الحلقه للاسف الشديد عشان استيكها اتكسر. فيعني ادي من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها الحسد ونسبه الساعه يعني. فممكن واحد يحسد نفسه، ممكن واحد يحسد مراته، ممكن الزوجه تحسد زوجها، ممكن الزوج يحسد مراته. في شياطين مخصصه لهذه المساله. شياطين مخصصه ازاي يا دكتور بقى؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في شيطان متخصص طبعا انواع، يعني في انواع طبعا زي ما بالظبط احنا عندنا تخصص، يقول لك تخصص مثلا انا ماسك كوميونيكيشن، تخصص هندسه، تخصص صيدله.